سواء استخدمت الأجواء اللبنانية أم لم تستخدم، وسواء عبرت الصواريخ فوق الأراضي اللبنانية أم لم تعبر، فإن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي لن تتأثر، لا قبل الضربة ولا خلالها ولا بعدها. هذا ما يؤكده الخبراء العسكريون في تحليلهم للضربة العقابية المحتملة لنظام بشار الأسد. فللطيران المدني خطوط مختلفة عن تلك التي تستعمل سواء للطيران الحربي أو لعبور الصواريخ. الضربة المحتملة للنظام السوري أو للرئيس السوري أكثر ما هي لسوريا في عندها عدة وسائل ممكن تنضرب بوسيلتين ولبنان غير معني فيهم جغرافيا لصغر مساحته طوله وعرضه 200 كيلومتر على 50 كيلومتر. الضربة الأولى عبر الصواريخ وبدون استعمال أي جو استعمال جوي للطائرات، والضربة الثانية مع استعمال طائرات. بالحالتين لبنان بيقدر ما يكون معني، وحالة الطيران المدني حركة الطيران المدني بتقدر ما تتأثر مطلقا، لأنه مثل ما بنعرف على في شبكة طرقات على الأرض وفي شبكة مواصلات بالبحر وفي إدارة جوية، كمان في كوريدور ممرات جوية على كل المستويات 1000 و2000 لحتى 10000 متر. هيدي أشياء محضرة وهيدي حرب محضرة. فبهالحالتين الأولى والثانية ما بيتأثر حركة الملاحة فوق الأراضي اللبنانية. بالحالة الثالثة أو الرابعة في حال الضرورة لاستعمال الأجواء اللبنانية ممكن تكون كمان خارج الممرات جنوبا أو أقصى الشمال أو أقصى الجنوب، بهالحالتين كمان بضل الطيران. في السياسة أبلغت واشنطن بيروت أن الأجواء اللبنانية لن تستعمل في هذه الضربة، وعلى الأرض لا حاجة أساسا للأراضي والأجواء اللبنانية لتنفيذ الضربة. لبنان له وجهة 200 كيلومتر، سوريا عندها وجهة 150 كيلومتر، وشمالا تركيا موافقة بقواعد جوية، وجنوبا في إسرائيل. فما في ضرورة لاستعمال الأراضي اللبنانية، وتحييد لبنان بهالحالة قد يكون في من كثير من الحكمة نظرا للوضع الداخلي إلى حد ما مشرذم سياسيا وعسكريا. كلها سيناريوهات تبعد لبنان عن ارتدادات البركان السوري في حال وقوع الضربة، باستثناء أمر واحد، مغامرة البعض بالرد من لبنان على الإرادة العالمية بمعاقبة كيميائي الأسد.